كتير كان بطولات عملنا اتفق معاك مساحات فاضيه فيه الكره دي هدف فوق. رسمي انا اعتقد الكره دي لمست رجل وينش مش متاكد انما دي جون كلنا حطينا ايدينا على بدون رقابه اللعيبه الراجل جاي من الخلف مساحه فاضيه فحتى ابو جبل ثبت يعني خلاص احنا كلنا قلنا دي هدف رسمي دي لو كانت سجلت هدف كانت صعبه عليك الماتش تربك المباراه تماما ما كنتش حتى تدرك التعادل فاحنا الحمد لله ان احنا النهارده قدرنا ننتصر وقدرنا نفوز وانا قلت لك منتخب غينيا في المتناول يعني انت لو بتلعب 50% من مستواك تكسبه مستريح النهارده ما فيش ولا لاعب منتخب متراجع اعرب عن مستواه الحقيقي يعني اوكي ياسر ابراهيم والونش بيلعبوا بجديه انما حمدي فتحي نسبيا قدم مباراه جيده الشوط الثاني انما ما تقدرش تاخد مان اوف ذا ماتش ما حدش لعب ب 50 60% من مستواه لان انت بتلعب ب 50% او 60% من مستواك كل واحد بيلعب مستوى الطبيعي النهارده تكسبهم 2 3 على الاقل تمام كابتن وائل الطريقه اللي هل اليوم نقدر نقول ان ايهاب جلال يعني اوكي هي اول مباراه ليه لكن هل اتضحت ملامح طريقه لعبه في المرحله القادمه خطه لعبه سيعتمد على عناصر معينه اتضحت هذه الملامح ام ما زال في مرحله يعني التجارب والتجريب حتى الان يعني هو ايهاب جلال محتاج يلعب 7-8 مباريات على الاقل يا احمد عشان يقف على التشكيل والطريقه اللي يلعب بيها اللي تناسب اللعيبه اللي معاه تصفيات كل لانه هيدخل معاه لعيبه الفتره اللي جايه وعنده مباريات وديه مباريات وديه يعتمد ويختار اللعيبه اللي هتناسب الطريقه اللي هو هيلعب بيها شفنا النهارده دخل ابراهيم عادل لعيب كويس جدا وهيبقى اضافه للكره المصريه انما محتاج بعض المعامله من المدرب وده هيبقى شغل ايهاب جلال مع اللعيبه الجديده في احمد عبد القادر لاعب الاهلي لاعب كويس ولاعب واعد وعنده برضو امكانيات ممكن المنتخب يستفيد هو ضم 6-7 عناصر جديده في المعسكر واستبعدهم قبل المباراه لكن موجودين على في الصوره احمد عاطف المهاجم برضو اضافه في خط الهجوم في عناصر كتير موجوده ممكن يطلع منهم حاجه كويسه انما هو محتاج وقت فمش عايزين نستعجل في الحكم عليه عايزين نساعده ونسنده ونقف مع المنتخب خاصة ان احنا ما عندناش اي ارتباط الفترة اللي جاية غير كاس الامم اللي جاية فعايزين ان شاء الله نوصل كاس الامم بإذن الله بمنتخب قوي يكمل على اللي احنا وصلنا له في المباراة النهائية للمنتخب المصري منتخب مصر لازم يسترجع شخصيته يا احمد دي اهم نقطة شخصية ان انت الفرق كانت بتخاف منك وبتعمل لك حساب وبتعمل لك الف حساب كمان فلازم النقطة دي ترجع والنقطة دي مش هترجع غير بتغيير سلوك اللعيبة نفسه داخل الملعب يبقى لازم لعبتنا عندها شراسة عندها اندفاع عندها قوة عندها تركيز لازم اللي يبقى يجي لمنتخب مصر في ملعبه عارف انه مش هيخرج بنقطة من ملعب مصر وبره تلعب باسلوبك وبطريقتك اللي تناسب اللعيبه اللي عندك تمام يعني بوجود صلاح وبوجود اللعيبه اللي معانا في المنتخب نقدر ان شاء الله نطلع حاجات كويسه ان شاء الله طبعا نتمنى التوفيق في المرحله القادمه تبديلات مصطفى محمد وقفشة وابراهيم عادل اضافت اضافه كبيره للمنتخب على حساب مرموش امام عاشور زيزو اسماء كبيره جدا يعني لدينا الان قاعده من اللاعبين في الثلث الامام سأعود لك بهذا السؤال كابتن هيثم لكن اتحول الى احمد نور اولا معه طبعا يعني محمد مجدي قفشه طبعا لاعب المنتخب المصري الى استاد القاهره مع زميل احمد نوير ومعه محمد مجدي قفشه لاعب المنتخب المصري بعد اللقاء تحياتي لك يا زميلي احمد وتحياتي لضيوفك الكرام وكل مشاهدي البين سبورتس اذا الف مبروك للمنتخب المصري استهلال قوي لمشواره بالتصفيات الافريقيه ومعي نجم من نجوم منتخب مصر محمد مجدي قفشه الف مبروك قفشه حبيبي الله يبارك فيك طبعا الحمد لله اول حاجه على المكسب مكسب مهم ماتش مش سهل لكن انت عارف دي بدايه مهمه في تصفيات افريقيا كنا لازم ان احنا نكسب فاعتقد ان افريقيا وعايزين ناخد افريقيا في اول المشوار ان شاء الله والله مع كابتن ايهاب مهم جدا ان احنا نكسب ممكن يكون في الاداء بس ده طبيعي انت عارف كابتن ايهاب اول ماتش ليه فمع الوقت الدنيا ان شاء الله تبقى كويسه طريقه اللعب مختلفه انسجام اللعيبه فكل ده ان شاء الله مع الوقت هيبقى كويس يعني ولكن يعني هل ضيق الوقت بالنسبه للتحضير للكابتن ايهاب وليكم كلاعبين اضافه ايضا لاعبي الاهلي انضموا مؤخرا للمنتخب المصري يعني دي حاجات مش مفروض ان انا اتكلم فيها عشان انا عيب لكن اعتقد ان الوقت ضيق جدا لازم انت عارف الكره لازم يكون في وقت وفي تحضير وفي تمرين كتير مرنا تقريبا 4 أيام او 5 أيام واحنا جينا من نهائي افريقيا ولعبنا كل ضيفا على اسيو اعتقد مع الوقت ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه يعني الاداء هيجي واحده واحده باذن الله بس زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر اهم حاجه انك تكسب وده المهم يعني ولمشاهدتك مبروك يا باشا حبيبي الله يبارك جزيلا شكرا اذا كان هذا لقاء مع
الكرام. محمد مجدي أفشا لاعب المنتخب المصري ولاعب النادي الاهلي، وهذه عوده اليك. شكرا للزميل احمد نور على هذا الحوار. اريد السؤال عن العناصر المنضمه والاعاده عائده للمنتخب محمد مجدي أفشا، العناصر الجديده ابراهيم عادل، في اسماء كانت في المعسكر ولكن تم استبعادها للعاده. طبعا محمود متولي كناري، احمد حمد الاتي من كندا، احمد عبد القادر من الاهلي، مصطفى شلبي، شلبي احمد عاطف. هل يا ترى ستظهر اسماء جديده في الفتره القادمه مع خلال من خلال هذه التوليفه؟ أتمنى، ولكن المنتخب محتاج شغل كبير، محتاج شغل على مدى طويل، شغل فني، شغل بدني، شغل تكتيكي. أنت كان النهارده معانا في محترفين يصنعوا الفارق، ولكن واحد من المحترفين أعرف أن كل اللاعبين يحبون ارتداء نهائي تشامبيونز ليج، نهائي الدوري، ولعب ماتش ساديو ماني، سجل ثلاث أهداف بيني على فكرة. أوكي. مرهقين من موسم طويل، محمد صلاح ولعب ماتشات كثيره محمد صلاح مع منتخب مصر، ففي حاله شغل على حاله مدى طويل، شغل فني، شغل بدني، شغل تكتيكي. انت كان محترف وهو مصطفى محمد، يعني مصطفى محمد ممتاز ان هو محترفين يصنعوا الفارق، ولكن خلي بالك محترفين مرهقين من موسم طويل. محمد صلاح أكثر لاعبين في العالم أوقات الأخيرة، ولاحظ أهداف حتى سجل مراحل نهائية، نهائي كأس إنجلترا، نهائي تشامبيونز ليج، نهائي الدوري، ولعب ماتشات. ساديو ماني سجل ثلاث أهداف بيني على فكرة. أكثر لاعب ماتشات كثيرة في الفترة الأخيرة أعتقد أمام أنجولا مع نادي نفس الشيء، فهو من اللعيبة اللي ممكن تصنع الفارق. إنما أشوف إن في حالة قدامنا متسع من الوقت تشبع، رغم إن اللي أحرز الهدف ولابد الكابتن إيهاب جلال هدف محترف وهو مصطفى محمد. انا يعني مصطفى محمد بيمتاز ان هو من اكتر لاعبين في العالم لعب ماتشات سواء مع ليفربول، لان ليفربول وصل لمراحل نهائيه نهائي كاس انجلترا، نهائي تشامبيونز ليج، نهائي الدوري، ولعب ماتشات مباريات في الاوقات الاخيره، ولاحظ اهدافه حتى سجل مع كابتن حسام بدري، سجل ثلاث اهداف بيني على فكره. اوكي. ولعب ماتشات كثيره محمد صلاح مع هدف في الدقائق الاخيره اعتقد امام انجولا مع نادي نفس الشيء، فهو من اللعيبه اللي ممكن تصنع الفارق. انما اشوف ان في قدامنا منتخب مصر، ففي حاله ارهاق، حاله تشبع، رغم ان اللي احرز الهدف محترف وهو مصطفى محمد. يعني مصطفى محمد الشوط الثاني يمكن كان اقرب ل 4-2-3-1 اللي انا اتكلمت عليه ما بين شطار المباراه، لان السوليه وفتحي